اوكي احنا مهما بدأنا عرفت نعمل تعملها ريكورد وترفعها على اليوتيوب برضه ما ده اللي عشان انا يبقى بعمله، كله. ما ده اللي بعمله. انا دلوقتي بدأت الريكورد وان شاء الله بعد لما نخلص هعمل لكم ابلود الحاجة. اوكي انا ما شغلتش الفيديو عشان الباندويث، حاولوا كمان لو انتوا مش محتاجين تشغلوا فيديو تشوفوا بس الشاشة عشان تقدروا ايه ما نضيعش الباندويث بتاع بتاع الانترنت بتاعكم على فيديو ملوش لازمة. اوكي هيا بنا نبدأ. هنتكلم على بايثون. بايثون زي ما احنا قلنا في المحاضرة اللي فاتت هي لغة interpreted اللي انا بعتها على يوتيوب زي ما انتوا شفتوا. طيب يعني interpreted يعني كل سطر بيترجم في لحظته، تحط البرنامج بتاعك وتعمل له run، الانتربريتر بياخد كل سطر يترجمه ويقوم ينفذه في لحظتها، هو أبطأ من بقية البروجرامينج لانجوجز. اوكي تمام تمام ماشي. طب هو أبطأ من بقية البروجرامينج لانجوجز، طب ليه احنا بنستخدمه؟ احنا بنستخدمه عشان في مجموعة libraries رهيبة اتكتبت البايثون بروجرامينج لانجوج في الداتا ساينس والماشين ليرنينج. فأي حد يحب يشتغل في المجال ده بايثون از ذا بيست بروجرامينج لانجوج ممكن ندرس. اوكي طيب بايثون برضو از ان اوبجكت اورينتد بروجرامينج لانجوج، يعني نشوف كل الافكار اللي احنا خدناها قبل كده، فكره الاوبجكتس، فكره ال انهيرتنس، فكره البوليمورفيزم، هنشوف كل الكلام ده ان شاء الله في البايثون. طيب تعالوا نبدا مع بعض نشوف ازاي ممكن نستخدمها. انتوا هبعت لكم لينك على مودل ان شاء الله النهارده بتاع السوفت وير بتاع بايثون نفسه عشان تنزله من على الانترنت. انا هنا في الماك بتاعي انا بستخدم تكست اديتور عادي زي نوت باد، بكتب فيه الحاجات وبعد كده بكمبايل بالاي بايثون كومبايلر. اوكي هنبدا اهو، هكتب ايماكس، ايماكس ده التكست اديتور بتاعي، وبنكتب اسم الفايل دوت بي واي، مثلا كتبت هنا تيست دوت بي واي. ادي اهو كده دلوقتي احنا we're ready to write بايثون. في حد من الناس، انا شايف ان معايا 5 طلاب، في حد من الخمسه ما بصش على الفيديو على اليوتيوب؟ حلو انا قوي. دكتور انا بصيت كده على اول 3 دقايق وما فهمتش اللي هو حوار الكتاب وهنزل على اللاين جديد وكتاب طب والكلام ده. يعني اعيد تاني ولا كمل عليه؟ مش حضرتك كده كده هتكتب بروجرام فيها الحاجات دي؟ طيب خلاص يبقى نبدا من جديد. خلاص ماشي اوكي ماشي يا شباب. اللي انا كنت قلته في اخر فيديو هحاول اقوله لكم تاني. ان بايثون ما فيهاش سيمي كولن، ده نمبر 1. نمبر 2 it is weakly typed، بمعنى انتوا مش محتاجين تعرفوا التايب بتاع الفاريبل. اوكي البروجرام انا كنت حاطته لكم على اليوتيوب، تعالوا نقوله تاني مع بعض. لو انت عايز تعرف مثلا variable يخزن integer هنسميه مثلا count، انت ممكن تكتب count تساوي 10. مجرد انت كتبت 10 الكمبيوتر اوتوماتيكلي هيدتكت القيمه اللي انت حطيتها هي 10، هيعرف variable count اسمه integer او نوع integer. مش محتاج تكتب النوع، النوع is implicit بيتعرف لوحده. نفس الحكايه لو قلت مثلا GPA تساوي 3.4 كده انت already عرفت implicitly ان GPA القيمة بتاعته float. لو قلت مثلا hello او string تساوي hello انت كده عرفت ال string tag as a string str ك string. فال type بتاع ال variable بيتعرف automatically من القيمة اللي انت بتخزنها فيها على حسب القيمة اللي انت حطيتها. لو دكتور لو عايز اعمل مثلا فاريبل اليوزر يدخله هو هيعرفه ازاي بقى؟ Beautiful question. زي ما كنا قلت برضه في الفيديو الحاجه اللي بتدخل من اليوزر زي ما احنا بنتكلم في سي شارب هي باي ديفولت string. يبقى انت لما تقرا يوزر هيعرف فاريبل ايه؟ string. انت هتحوله لحاجه ثانيه. كنا بنحاول في سي شارب بايه؟ انت دوت بارس. فاكرها؟ هنا هوريك طريقه ثانيه بتعملها. تعالى نعملها دلوقتي، تعالى نعرف variable اخزن فيه radius. ادي اهو شباب add k a ال r تساوي الحاجه اللي بتاخد input من user امر اسمه input. انت بتكتب input وجوه input بتكتب الحاجه اللي انت عايزها، مثلا please enter the radius of the circle، اي حاجه كده انت كتبت الايه؟ المسج اللي انت عايز تكتبه. هيدخل ايه يا شباب؟ نوع ايه؟
هياخد ال radius نوع string. String. Perfect. هيدخل كstring. اتفقنا أي حاجة بتدخل كstring. بعد كده أنا هاخدها وعمل لها type casting للحاجة اللي أنا عايزها. For example, هقول radius تساوي float r. كده أنا عملت له type cast. Float دي هي زي ال float dot parse. بس بايثون ما كتبهاش float dot parse. Dot parse نكتب float بس. Okay. تمام. هو ايه input دي يا دكتور؟ زي scanf ولا print؟ Yes. ما لسه قايل لك الامر اللي اسمه input. Scanf. هو بيعمل scanf. بيقرا لك الحاجة. اوكي. طيب دلوقتي انت عندك ال variable موجود جاهز فانت ممكن تستخدمه عشان تعمل اي حاجة انت عايزها. For example, تعال نحسب ال area. قايل له area هتساوي area ده ال variable هتخزن فيه ال area. شفت مش محتاج اعرفه قبل كده. اول لما استخدمه هيتحط فيه قيمة. قول له radius. Times radius times for example pi. ادي كتبنا كده ايه الكالكوليشن بتاعتنا. في حاجه؟ اوكي تعالى كده ده. طيب تعالوا نكمل بعد كده. عايزين نطبع الحاجه على الشاشه. بنستخدم امر زي print. زي print f يعني او console.write line. الامر اسمه ايه؟ اسمه print. بدون كده print اهو تكتب الرساله اللي انت عايزها. the area is comma وتم كاتب ال variable عايز تطبعه. هنا for example عايز تطبع area فكتبنا هنا area. شايف؟ اهي كده تطبع على الشاشة. هي حاجة؟ لا سهل. طيب تعالوا نعمله run. انا هسايب البروجرام. هتسايبه على التكست اديتور بتاعك. انا هسايبه على ايماكس. اوكي دلوقتي انا دخلت على الكوماند لاين بتاع بايثون بتاع الماك. هنشغله. هكتب بايثون. أنا عندي اثنين versions من Python. عندي Python 3 Python 2. فنكتب Python 3 بعد كده test.py ده الversion بتاعه. اوكي بنكتب Python اللي هو اسم الكمبايلر وقصاد اسم الكمبايلر بتكتب اسم الفايل اللي كتبت فيه البرنامج اللي هو هنا test.py. اوكي enter او قال لك please enter radius شايفينها ونكتب مثلا radius بتاعتنا 4 enter كتب لك the area is كذا. اوكي ده الطريقه اللي احنا بنستخدمها عشان نكتب بايثون بروجرام. زي ما اتفقت معاك بايثون is interpreted. يعني ايه interpreted؟ يعني لما كتبت بايثون ده اسم الكومبايلر وكتبت قصاده test.py وما اخدهوش وحوله ل exe. مفيش exe هنا اصلا. تمام مفيش exe اصلا هنا شباب. هو بيفضل زي ما هو python.py بيفضل زي ما هو بايثون. طب بيعمل ايه يا شباب؟ بياخدوا سطر سطر يترجموا وينفذوا. معايا في دي؟ اوكي. طيب تعالوا نرجع تاني للفايل بتاعنا نشتغل فيه اكتر. طيب اللي انا عملته معاكم لغايه دلوقتي انا بس عملت الاريا سبت الاريا وضبعتها. طب افترض عايزين نعمل الحاجه اللي احنا بنعملها دايما. قلت لك هات لي بقى الافرج بتاع الاريس عشان بس نلعب شويه. طيب في الحاله دي هنعمل ايه؟ هنعرف variable يخزن فيه المجموعه وتجمع الاريز كلها بتاعت الدوائر اللي انت عايزها وتحسب الافرج بتاعها. اوكي؟ تعالوا نفترض مع بعض ان انا هعمل الاريا بتاعت ثلاث دوائر. اوكي؟ هعرف ال variable average ده اللي هيتخزن فيه الافرج بتاعي 0 او 0.0 مش فارقه معايا ان هو فيها صفر. وبعد كده هبتدي اعمل الفور لوب. دي الحته المختلفه شويه عن بقيه البروجرامنج لانجوج اللي احنا خدناها. قبل كده كنا بنكتب فور انت اي بتساوي 0 اي اصغر من كذا اي بلس بلس. لا في البايثون ما بتكتبش كده. بتكتب فور اسم الفاريبل بتاع العداد اللي هو اي بس بقى مش فور اي بتساوي 0 لا بتقول له فور اي ان رينج يعني اي داخل الرينج وتقوم كاتب عدد المرات اللي عايز تلفها. فانت هنا انا عايز الف ثلاث مرات اكتب ثلاثه. for i in range 3 معناها لف ثلاث مرات. طب الاي هتاخد انهي قيم؟ اي هتاخد قيم. قول هو مش الاي دي المفروض نعرفها انت اي ولا هي اي لوحدها كده؟ قلت لك مع قبل كده في بايثون هي اي تعرف اي تايب. فهمتها دي؟ يعني هي برضو اللي هي قيم بنل والسترنج سوري السترنج بنل والقيم بزيرو صح؟ هي هي نفس الشيء شارب اللي هو الديفولت بتاعها. بس انا ما عنديش كونستراكتور عشان ما عنديش كلاس. انت بتسال على ايه؟ انت بتسال على اي اللي هو اي فاريبل لو عرفته وما دخلتلوش حاجه
اللي هو قيمة يعني، يبقى هو الديفولت بتاعه هي ما زيرو. في بايثون ما فيش تعريف variable بدون ما تحط له قيمة. عشان تعرف variable بدون ما تحط له قيمة هتعمل كده. بص هستأذنك، بص على أول سطر كده، دي أصلا البايثون كومبايلر مش هيقبلها. ليه؟ هيقول لك أنت عايز تعمل إيه بأفريج؟ ملهاش معنى. السطر الواحد في البايثون لازم يعمل حاجة، لازم يعمل حاجة. فهنا أنا لازم أساين فاليو. بص أنت حتى شوف أفريج دلوقتي لونها إيه فوق دلوقتي؟ اسود. أسود. شوف لما أقول equal 0.0 لونها بقى إيه؟ اصفر. البتاع الكالر اللي هناك. So بايثون مش هيعرف إن ده اسم variable لغاية لما أنت تعمل لها assignment، لغاية لما تحط فيها حاجة. لما تحط فيها حاجة هيعرف نوعها من نوع القيمة اللي أنت بتحطها فيها. طب لو أنت هتقرأ input ما هي برضه بتحط فيها حاجة بس من نوع إيه؟ نوع string. برافو عليك. طيب في الفور لوب بقول له for I أو J أو أحمد أو حسنين أي اسم in range 3 كده. أنا بعرف الفور لوب بتاعي والآي دي، الآي الموجودة عندي دي هي العداد، ده العداد بتاعي اللي هيشتغل. رينج 3 معناها هيبدأ من الصفر لغاية 3، يعني هياخد 0 1 2. يبقى I هيبقى فيها كام؟ فأول لفة 0، بتاني لفة 1، بتالت لفة كام؟ 2. هتلف 3 مرات. ده معنى for I in range 3. مفهومة دي ولا لأ؟ مفهومة شباب؟ طب هو أنا لو عايز أعمل nested loop أعمل إزاي؟ أوريها لك أستاذنك. نعمل دي الأول وأعمل لك نفس اللوب دلوقتي. أوكي. أو for I بتساوي for I in range 3 أبتدي أعمل اللوب بتاعي. أنا خلي بالك لسه لغاية دلوقتي ما عملتش لوب. أنا كتبت الهيدر بتاعه عشان أقول له اللوب هيبدأ، بحط كولن. كولن شايف؟ كولن بالشكل ده. شايف الكولن نقطتين فوق بعض. أوكي؟ وبعدين أبتدي أقول له إن ان الاوامر دول، الاوامر الموجوده عندي هنا دي الثلاثه دول، انا عايز اقولهم ان هم ينتموا لللوب. في السي شارب مين يقول لي كنت ازاي بقول ان ثلاث اوامر دي تنتمي للفور لوب؟ كيرلي بريسز. كيرلي بريسز في بايثون مفيش كيرلي بريسز، لذلك كيرلي بريسز في تاب. انا هاجي قصاد كل واحده وهعمل تاب تاب تاب. شايف التاب بتاع الزرار التاب؟ عارفين زرار؟ في حد مش عارف زرار التاب؟ تمام. اوكي اهو تاب تاب تاب. يبقى انت كده الثلاثه اوامر دول تحت الفور. طب لو عايز تطلع حاجه بره الفور اشيل التاب. يعني انت لو عايز اخر سطر ده اللي هو اريت تساوي ريديوس ده عايز تطلعه بره الفور لوب هتعمل ايه؟ بتقوم مرجعه لورا شايل كده طلع بره الفور لوب. باك سبيس ايه؟ لا تمام. اوكي فا اف يو دو باك كده باك سبيس طلعت بره كده دخلت جوه. اوكي طيب احنا هنا عايزين نعمل ايه يا شباب؟ كنا عايزين نحسب الافرج بتاعت الدوائر بتاعت الارياز يعني. فانا لسه هضيف هنا سطر تاني افرج تساوي افرج بلس اريا. الافرج اللي هو الرقم العداد بتاعي اللي بدا بصفر ده هجمع عليه الاريا. ولما تخرج من هنا انت عندك الافرج هيبقى فيه ايه؟ السم. السم. السم بتاع الاري. ممتاز. بقول average هتساوي average على 4، السم مقسوم على 4 كده حسبت الaverage بتاعي. قوم طابع على الشاشة. أهو. The average is أو average area is وتقوم طابع. أهي يا شباب. إيه بيجي؟ done. كده أنت عملت الaverage area. تعالى نعمل لها run ونشوف مع بعض. نسيف. هو المفروض ابرج على 3 بقى عشان احنا بنعمل داتا اريز صح؟ انا اسف انا عشان اديت المثال على الموبايل على 4 فكتبت هنا 4. انا بشتغل لو حد منكم يستخدم اي او اس في تول حلو قوي اسمه بايثونيستا. انا بكتب عليه كل برامج البايثون بتاعتي على الموبايل وانا ماشي في العربيه. اوكي فده لو حد حب. واكيد في اندرويد في حاجه تنظرها بس انا مش عارفها بصراحه. اوكي دكتور انا ليه هفضل بايثون على السي شارب او اي لغه من دي؟ انا قلت دي اول حاجه في المحاضره. انا قلت لك بايثون هو مش اسرع لغه في العالم، هو اكشلي ابطا من معظم البروجرامنج لانجويجز. هو انتربريتد
بس انا قلت لك ان فيها لايبرز ضخمه لايه. انا قلت ايه في اول محاضره؟ انا زعلان اللي هيقولها لي ياخد بلس 2. لا بقى طب مش هو مش هو بيبقى فليكسبل اكتر في ان انا ممكن اعمل اي حاجات كومبلكس بمينيمال لاينز؟ شور بس يو كان دو ذس ان اني لانجويج ويتش از هاي ليفل. بس هو بايثون بالذات انا قلتها وهقول تاني, الناس اللي بي ديفلوبر بروجرامينج لانجويج ده عملوا لهم شويه لايبرز تحفه للماشين ليرنينج والديتا ساينس. عارفين النيورال نتوركس والديب نيورال نتوركس والكلام ده؟ ليهم لايبرز بيلت ان في بايثون بالهبل. انتوا لو 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 ربنا كرمنا في الكورس ده وقدرنا نقول الكلام ده انا هوريه لكم. انت عندك حاجات للماشين ليرنينج تحفه هنا تحفه. ف والديتا ساينس برضه اوكي. عشان كده احنا بنستخدم بايثون. بايثون مش اسرع لغه في العالم اوكي, بس في نفس الوقت مش الميزه بتاعته ان هو عنده ماشين ليرنينج وديتا ساينس تولز ممتاز. ماشي يا شباب تمام اوكي. تعالوا نعمل ران اهو بايثون. على فكره انا الفيرجن بتاع اللي انتوا اشتغلتوا مع ناس قبل كده على زوم, زوم هيقفل بعد 40 minutes تمام. فلما هيقفل انا هشغل سيشن تاني معاكم الا لو انتوا قلتوا لي كفايه على كده النهارده اوكي. انا فلكسبل وممكن نظبط مع بعض اي حاجه. يلا بينا. test.py ادي بليز انتر ذا radius سيركل دي اول واحده ثلاثه مثلا اهو. بليز انتر ذا radius سيركل دي الدائره الثانيه اثنين مثلا. بليز انتر ذا radius سيركل مثلا سته اهو. انت دخلتهم دخلت ثلاثه حسب الاريز بتاعتهم, جاب الافرج وحطها لك على ايه الكمبيوتر او 51.32 دي الرقم الموجود عندك. مفهومه دي يا شباب؟ اوكي طيب نو awesome. تعالوا بقى نكمل مع بعض. احنا طبعا الطريقه دي طريقه حلوه وكل حاجه وسهله, بس الطريقه الصح والكودينج الصح المنظم اللي احنا خدناه قبل كده ان احنا عايزين نحسب حاجه كذا مره بنحطها في فانكشن. فده اللي احنا نعمله. هستاذنكم ان هكتب فانكشن هتتبعت لها الراديوس بتاع الدايره بتاعتك وهي هتحسب الاريا بتاعته. انا اسف يا شباب. اوكي تعالوا نشوف ازاي ممكن نعرف الاريا او ازاي ممكن نعرف فانكشنز في بايثون. عشان نعرف فانكشنز في بايثون بنكتب كلمه اسمها def. def يعني define. تيجي تعرف فانكشن تكتب define. زي ما اتفقت معاك بايثون is not strongly typed, يعني انت مش محتاج حتى تكتب نوع القيمه اللي هيخرج. يعني قبل كده كنا بنكتب فانكشن كنا بنكتب انت او float او whatever صح؟ هنا انت مش عايز مش عايز ما تكتبش انت القيمه اللي هتعمل لها return. لو كانت integer يبقى الفانكشن دي بترجع integer, لو القيمه اللي انت بترجعها float هتبقى float. it is implicitly defined. implicitly يعني بتتعرف ضمنيا من الحاجه اللي راجعه. اوكي انا هستاذنك هعرف فانكشن مثلا اسمها calc اهو area, بعد كده ندخل لها input. اتفقنا مع بعض اكيد دلوقتي انت عرفت التركه. لما ادخل لها الانبوت هحتاج اعرف نوعها؟ لا لا هكتب اسمها بس r بس. طيب هتجيب كوميتها منين؟ ازاي هعرف ايه؟ هيعرف نوعها من حسب اي برافو عليك من حسب الحاجه اللي هتدخل لها. اوكي هبرده زي الفولوب عشان اقول ان انا هكمل هنا هعمل نقطتين فوق بعض وكده ادوس تاب وبعد كده ابتدي اكتب الكود بتاعي اهو. area بتساوي radius times radius times pi. اوكي كده انا حسبتها كده اقول له return area بس done. كده انت كتبت function بتحسب ايه ال area. ماشي يا شباب؟ ما انت ميوت يا هيما شويه عشان احنا مش سامعين حبيبي. اوكي فهقول له هنا ايه بقى؟ هقول له area تساوي calc area فبعت له ال a ال radius. شفتوا يا شباب؟ اوكي طيب يبقى انا دلوقتي اهو بص ده الفانكشن اللي موجود عندي اهو هنا ده الفانكشن اسمه calc area انا كتبته فوق.
هنا دي هنا عشان احسب الاريا بتاعته. برضو تعال نجربه. اقول له اهو. ان حد منكم منكم كان سالني عن نستد لوبس، انا هرجع لها تاني معلش انا نسيت، بس اكتب له اه اكتب له بايثون 3 تيست دوت بي واي. ادي شايفين شغاله زي الفل. دلوقتي انت بتنادي الاريا من فانكشن. طيب تعال نشوف النستد لوبس بس عشان ايه ما بقاش ما جاوبتش على سؤال من الاسئله بتاعتنا. استاذنك هعملها لك هنا في حته تانية تحت الكود ده عشان ايه ما امسحش الكود الاصلي. هنعمل تعالى نعمل اثنين لاستد لوبس فيها عددين اي وجي واضربهم في بعض اي حاجه عشان تشوفوا زي اللاستد لوبس كده. قول فور اي ان رينج مثلا 5 بدات اللوب. شوف بقى فور جي ان رينج مش لازم جاي طبعا انتوا عارفين اي اسم 3 2. شفت التاب لما عملت تاب دخل دخل جوه الفور الثانيه. ما تقلقوش ده مش كورونا بس عشان ما حدش يقلق. اوكي فلما عملت تاب دخل جوه الفور لوب الثانيه، يعني انا دلوقتي جوه الفور لوب الثانيه مش الاولى. طب لو حبيت ادخل جوه الاولى باك سبيس كده انت في الاولى. اوكي كده انت في الثانيه. طيب تعالى في الثانية ده هعمل ايه؟ اقول له print the result is مثلا واقوم احسب الحاجة بتاعتي مثلا i time j. كده انا بكتب هنا اي حاجة i time j، بس ممكن تعمل اي حاجة انت عايزها في النستد لوب. ادي كده اللوب الاولانية فيها i واللوب الثانية فيها j. الاولى هتلف 5 مرات، الثانية هتلف كام؟ 3 مرات. تعالى نشوف run. يعني الاي تايم جي دي الاي هتلف مره والجي هتلف ثلاثه وبعد كده الاي ثاني لوب هتلف ثلاثه صح؟ تعال نرجع لها اللوب العادي. شفت الريزلت الاول شايفينه؟ طيب تعال نرجع بقى، تعال نرجع نتكلم دي معناها ايه؟ الناس اللوب دي معناها ان في اول لفه اي هتبقى صفر تمام؟ وهي والاي صفر الجي هتلف ثلاث مرات. وكل مره هضرب الاي في الجي، يعني هتبقى صفر مضروبه في صفر يبقى صفر، صفر مضروبه في واحد تبقى كام؟ صفر. واحد صفر مضروبه في اثنين تبقى كام؟ صفر. ده اول مره. طب في اللفه الجايه اي هتزيد، اي هتبقى كام؟ 1 1. والجي هتاخد الراوندز بتاعتها فتبقى اول مره 1 تايم 0 تبقى كام؟ 0 0 كده 1 تايمز 1 1 1 تايمز 2 2. نرجع بقى نبص اهو شايف اول 3 0 دي 0 تايمز 0 0 الثانيه 0 تايمز 1 0 الثالثه دي دي الاولى دي اللي انا مسوي عليها بالسهم دلوقتي دي 0 تايمز 0 دي 0 تايمز 1 دي 0 تايمز 2 دي 1 تايمز 0 دي 1 تايمز 1 ودي 1 تايمز 2. معايا؟ تمام. اوكي دي نستد لوب. في حد عنده اي سؤال تاني عن نستد لوب؟ طيب اوسم تعالوا نغلس اكتر. ايه رايكم نلعب بقى؟ عايزين نعمل نعمل ريكيرجن في البايثون. نشوف هل ممكن اعمل كل اللي كنت بعمله في سي وسي شارب في البايثون ولا لا. تعالى نعمل ريكيرجن، نعمل اسهل ريكيرجن. الميتنج هتقف يا جماعه خلال 10 دقائق اوكي، فبعد 10 دقائق احنا هنقفل ونتكلم تاني اوكي. تمام اوسم. تعالوا نشوف مع بعض اللي احنا عايزين نعمله. هنكتب الريكيرجن فانا عارف الفانكشن بتاعتي ديفاين مثلا فانكشن تحسب الفاكتوريال. يا جماعه يبقى اعملوا لي واتساب جروب. ها احنا عاملين كده في حاجه ممكن اعمل لك اد في الجروب عشان ابعت لكم الحاجه عشان انا مش عارف كل الناس بتدخل على موديل ولا لا. اوكي تمام ابعت لحضرتك مسج، ابعت لحضرتك مسج على موديل ولا فيسبوك اي حاجه اللي انت عايزه. اوكي طيب هيا بنا اهو يا جماعه الكود بتاعنا. هنعمل فاكتوريال. اول حاجه هنشوف الستوبنج كونديشن. لو انتوا فاكرين فاكتوريال كان بي الفانكشن بتنادي نفسها لغايه لما توصل الستوبنج كونديشن. طب ايه الستوبنج كونديشن؟ لما الانبوت بتساوي 1 اهو، ان بتساوي 1 يعمل ايه؟ يقف
you return. تفاكرين الكلام ده بتاع فاكتوريا. Okay. Else. Okay. Return. لما كان H1 كان مين ممكن يفكرني كان تبقى ايه في الفاكتوريال؟ مين يفكرني؟ الصوت كان بيعلق. مين يفكرني تبقى ايه في الفاكتوريال؟ يا هيمو والنبي ايه في صوت الغسالة ده؟ انا مش سامع. مش سامع والله اصلا. قول تاني يا دكتور معلش. بقول ايه الجزء بتاع الفاكتوريال اللي بيشتغل لما الان تبقى اكبر من الواحد؟ هنرجع على الفانكشن تاني بالحاجه القديمه وزود عليها حاجه جديده. برافو عليك. هنقص القيمه بتاعت الان هتبقى ان تايمز الفانكشن تاني اللي هو فاكتوريال ان ماينس 1 صح فاكرينها؟ قشطه. بونص بقى يا دكتور. بلس 5. ايوه انا بهزر مش بلس 5. لو قلت لي ازود عليها حاجه اصلا عشان تبقى فاهم. ما فرقتش يعني هزود ماينس 1. ايوه طب تعالوا نشوف مع بعض عشان كتبنا الفانكشن دلوقتي تعالوا نشوف ازاي ممكن نستخدمها. تعالوا نحسب الفاكتوريال بتاع 4 مثلا. فهاجي اقول له هنا print the factorial is ومن ادي الفانكشن اسمها factorial فبعت لها 4. الفاكتوريال بتاع 4 كام مين فاكر؟ 4 تبقى 12. تعال نعمل لها run python 3.py. في syntax error. في syntax error. مين يقول لي ايه هو؟ طب نرجع للكود كده. عايز الكود ولا دي احسن لك؟ if n equal 1 equal okay. حتى مش محتاج البراكتس. اوكي دي الغلطه. برافو عليك. شفت في ناس فاهمه كده على طول معايا. ها ماشي. يلا بينا اهي انا بظهر في البونه. طب بس يا دكتور حلوه. طيب تعالوا نشوف مع بعض. انا هطلع الفيديو ده على يوتيوب انا بضحك كده ماينس 5 ماشي. بصيتوا على الفاكتوريال اهو في الاخر او الفاكتوريال از 24 اوكي. دي طريقة ممكن نستخدم بيها عشان نعمل الفاكتور. مفهومة؟ بيرفكت. في أي سؤال عندكم؟ أنا فاضل لي 6 دقايق فخلينا نقفل التوبيك ده عشان أدخل بعد كده على الأوبجكت أورينتيشن في الفيديو التاني. في أي سؤال لغاية دلوقتي؟ عايزين بقى ريكيرجن. الإيه؟ ريكيرجن أقوله تاني؟ ريكيرجن في البايثون بقى. ما هي ما ده جدعان. ما هو ده؟ أنا قلت ده لسه ريكيرجن. اوكي بصوا الفانكشن اسمها داف دي الفانكشن دي فاكتوريال دي شايف دي از ريكيرسيف فانكشن. دي فانكشن بتنادي نفسها. لو انت فاكر الريكيرجن كان بيشتغل ازاي كان الفانكشن بتنادي نفسها مش فاكرها دي؟ لا فاكرها. طيب ف الفاكتوريال بتاع رقم طيب بقول لكم ايه هننهي الفيديو ده. انا هبدا لك فيديو تاني ومعلش هشير معاك وايت بورد اشرح لك على الوايت بورد وارجع تاني اكتب الكود ماشي عشان انا عايز افهم الحته دي كويس. جميل ده ماشي. طب عندي سؤال بس هو ايه الالس اللي جنبيها النقطتين دول؟ انا هشرحها تاني. اديني تاني. انا كنت فاكر ان كده شرحتها بس انت واضح محتاجين شرح تاني. هقفل الفيديو ده وعشان بس فاضل لي 4 مينتس مش هلحق اقول حاجه وهتقطع في نص الكلام. تمام الفيديو ده وهرجع تاني هبعت لكم لينك تاني على مودل اعملوه شير او لو تضيفوا. طب بص حط 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 نمره حضرتك في الكود ده واحنا نعمل لك اد وتبعته لنا على الجروب بتاع الواتساب. هبعت لحضرتك دلوقتي لينك على فيسبوك. طيب حلو قوي ده احسن. اوكي ماشي ماشي. اوكي شكرا باي.